السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس الصف الثالث الأعدادي الجزء الثاني بعنوان كتابة الصيغة الكيميائية. في درسنا اليوم سنتعرف كيفية كتابة الصيغة الكيميائية لبعض المركبات. عزيزي الطالب، هناك مصدر تعليمي مهم في الكتاب المدرسي صفحة 189 مهم جدا الاطلاع عليه، وذلك لاحتوائه على تكافؤات بعض العناصر والمجموعات الذرية التي من خلالها يمكن أن نستفيد لحل كثير من أسئلة درس اليوم والدرس السابق. كيف لنا أن نقوم بكتابة الصيغة الكيميائية؟ فالمثال الموجود لدينا هنا مركب اسمه أكسيد الهيدروجين. أعزائي الطلبة، تتبعوا معي خطوات كيفية كتابة الصيغة الكيميائية. فالخطوة الأولى، لابد من كتابة رموز العناصر أو المجموعات الذرية أسفل اسم المركب أو الجزيء، كما نلاحظ هنا أكسيد الرمز، رمز العنصر، أكسجين O capital، ورمز الهيدروجين H capital. الخطوة الثانية، كتابة رقم التكافؤ أسفل الرموز، فلا بد لنا أن نطلع على الجدول السابق لنعرف كتابة رقم التكافؤ أسفل الرموز كالتالي: ما تكافؤ الأكسجين؟ تكافؤه ثنائي. تكافؤ الهيدروجين أحادي. الخطوة الثالثة، نقوم بتبديل التكافؤ بين العناصر أو المجموعات الذرية إن وجدت كالتالي: في نهاية هذه الخطوات سنقوم بكتابة الصيغة الكيميائية للمركب أو الجزيء النهائية، فسيكون اسم الجزيء النهائي H2O، وهو ما يعرف بجزيء الماء. لنكمل أمثلة أخرى. كيف نكتب الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد الألومنيوم؟ لكي نكتب هذه الصيغة الكيميائية، نبدأ في البداية بالتعرف على رمز العنصر الأول كلوريد، فهو كلور، فسنقوم بكتابة Cl. الألمنيوم كما نلاحظ في هذا الجدول A capital L. ألمنيوم. الخطوة الثانية، سنقوم بكتابة التكافؤات الكيميائية للكلور والألمنيوم كالتالي: تكافؤ الكلور 1. لاحظوا معي هنا التكافؤ يحتوي على إشارة سالب، فهنا في حينما نقوم بكتابة التكافؤ في هذا السؤال نستغني عن الإشارة السالبة، لا نذكرها. نأتي إلى الألمنيوم، تكافؤ الألمنيوم موجب 3، فسأقوم بكتابة التكافؤ هنا 3. الخطوة التالية، سنقوم بتبادل التكافؤات بهذه الطريقة. هذا التكافؤ سيذهب إلى الألمنيوم والتكافؤ الثاني سيذهب إلى الكلور. الخطوة الأخيرة، سنقوم بكتابة المركب النهائي كالتالي: بعد تبادل التكافؤات AlCl3. لاحظوا معي عندما قمنا بمبادلة التكافؤات الواحد لا يذكر هنا، ولكن الثلاثة ذكرت هنا. هل تريدون مثالا آخر؟ نعم، سنقوم بعمل مثال آخر. هيدروكسيد الكالسيوم،
من خلال الجدول نلاحظ هيدروكسيد الرمز له O H، فسأقوم بكتابة الهيدروكسيد O. O H capital. الكالسيوم رمزه C A. ما تكافؤ مجموعة الهيدروكسيد؟ تكافؤ مجموعة الهيدروكسيد 1، تكافؤ الكالسيوم 2. الخطوة الثالثة سنقوم بتبادل التكافؤات كالتالي، ثم كتابة الصيغة النهائية، فستكون الصيغة النهائية هي كالتالي: CA O H 2. لاحظوا معي هنا، قمت بوضع قوس حول الـ OH مجموعة الهيدروكسيد لأنها مجموعة ذرية، فلكي أميزها لابد من وضع قوس، وذلك لأبين بأن هذا الرقم ما هو إلا تكافؤ الكالسيوم وليس هو يتبع إلى المجموعة OH. مثال آخر، كبريتات الأمونيوم. كبريتات الرمز لها S capital O 4. الأمونيوم كما هو في الجدول NH 4. الخطوة الثانية هي تكافؤ الكبريتات ثنائي، فسأضع رقم 2 هنا. الأمونيوم التكافؤ 1. الخطوة التالية سأقوم بتبادل التكافؤات بهذه الطريقة، فالناتج النهائي لنا سيكون كالتالي: NH4. لاحظوا معي، قمت بوضع قوسًا حول المجموعة الذرية لأنها مجموعة ذرية، فسأضع رقم 2 هنا، ثم SO4. رقم 1 لا يذكر كما قلنا في المثال السابق. إذن ها هو شكل الصيغة الكيميائية لكبريتات الأمونيوم بعد تبادل التكافؤات. مثال آخر، فلوريد الصوديوم. من خلال الجدول الفلور رمزه F capital، الصوديوم Na. تكافؤ الفلور 1. نغير اللون. تكافؤ الفلور 1، وتكافؤ الصوديوم أيضا 1. نلاحظ هنا العددان متساويان، فسنلغيهما، سيكون الرمز النهائي Na. ملاحظة هنا، عندما يكون التكافؤان متساويان لا ينزلان في الصيغة الكيميائية. إلى هنا انتهت حصتنا، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. شكرا على حسن استماعكم.